ان انا اشيل الاكس واحط بدلها ساين ثيتا واشيل الديكس واحط بدلها كوساين ثيتا دي ثيتا واكمل بالنسبه للثيتا يطلع لي معادله اكملها بعد كده احولها للاكس واعوض الاكس من كام لكام؟ من 8 ل 10 ماشي؟ كذلك الاكس دي واي كذلك الزد بس الزد هنا هل بيعتمد على الاكس او الواي؟ لا لا تعتمد على الاكس هي مباشره رقم 7 لما اكمل من 1 ل 1 هيطلع بكام؟ 0 0 ليه ب 0؟ علشان دي نقطة وانا اتكلم من نقطة المساحة اللي تحتها بص اي خلاص سيب اللي انا قلته هي 2 زد الزد دي اللي هي 1 ناقص 1 فواحد ناقص 1 هتطلع بصفر ماشي؟ خلاص هل في مشاكل في ده؟ لما اطلع ناتج التكامل ده هيطلع بكام؟ هيطلع بسالب 6 هيطلع من الوو يساوي سالب 96% طبعا لازم تظبط الوحدات ما ظبطتش الوحدات الدكتور هيظبطك في الامتحان. الشغل يساوي سالب 96% مين؟ جول بس هنا بعد ما ظبط الوحدات اللي هو المايكرو والقصه. طيب في تكامل تاني واحد يقول لك ايه انا مش هاخد المسار ده انا هاخد المسار مين؟ خط مستقيم مباشره. لما اخد مسار خط مستقيم يجوز ليا ان اطرح ده انا قصدها مباشره صح؟ لما اطرح ده انا قصدها مباشره هجيب فيكتور اسمه دي ال اقرر الفيكتور مباشره دي ال في الاي اجيب منهم مين؟ القصه وهكذا. فاهم؟ او واحد يقول لك ايه؟ لا انا عايز يا عم هاني كاملها لي وارسم لي خط مستقيم، اقول لك ماشي يا عم ارسم خط مستقيم اهو. هات معادلة الخط المستقيم دي. لما جينا معادلة الخط المستقيم هتشيل الواي وتحط بدلها مين؟ الفانكشن في الاكس بتاعتها. لما ترسم خط مستقيم بين النقطتين دول، النقطة الأولى الاكس والواي بتاعتها عبارة عن كام؟ 8 من 10 و6 من 10. والنقطة الثانية هي عبارة عن 1 وكام؟ وصفر. وده خط مستقيم، اجيب معادلة الخط المستقيم ده ازاي؟ نجيب السلوب ليه؟ نجيب السلوب ان انا عايز اجيب يعني ايه اجيب معاك خط مستقيم؟ يعني ايه اجيب معاك خط مستقيم؟ يعني لا يعني ايه فيزيكال؟ يعني اجيب اي معادله أجيب يعني اجيب احداثي اي نقطه ممكن تقع على هذا الخط المستقيم اي نقطه سواء النقطه دي كانت هنا كانت هنا كانت هنا كانت هنا كانت هنا يعني ايه اجيب احداثي اي نقطه؟ هياخد النقطه دي وليكن اكس وواي فاحنا قلنا طبعا ان الميل بين النقطتين دول هو نفس الميل بين النقطه دي والنقطه دي الميل بين النقطتين دول واي ناقص واي 1 على اكس ناقص اكس 1 يساوي 2 ناقص واي 1 على اكس 2 ناقص اكس 1 يبقى كان اخدت الميل هنا يساوي الميل هنا. ايوه دي معادله اللي هي ايجاد خط مستقيم وعلى النقطتين على خلاص فانا هجيب هنا الواي از فانكشن في مين؟ في الاكس واجيب الاكس از فانكشن في مين؟ في الواي اجي هنا اشيل الواي واحط بدلها فانكشن في الاكس واشيل الاكس واحط بدلها فانكشن في مين؟ في الواي. لو كملت ده كده يبقى انت واحد ما تفهمش اي حاجه في الرياضه خالص. يعني انت لو كملت ده هو الواي متغير في الاكس. كده انت عملت ايه؟ لو انت عملت واي اكس واي كانك قلت ان تغير الواي بالنسبه للاكس هو رقم ثابت. لو قلت ان كامل واي دي اكس هو عباره عن واي اكس. يعني ما تعملش كده خالص. فاهم؟ ما تكملش ده على طول. خد الواي دي جذر واحد من خلاص؟ هو دي انا جبت دي منين؟ حاصل ضرب مقياس للاي دي ال الدي ال انا فرضت ان هي عباره عن متغير في الدي اكس متغير في الدي واي متغير في الدي زد ما احنا قلنا ان الدي ال في اول محاضره خالص هي عباره عن لما اوصلها بالكارتيزيان كوردينيت هي عباره عن دي اكس في اتجاه الاي اكس زائد دي واي في اتجاه الاي واي زائد دي زد في اتجاه الاي زد ماشي مش فاهم ازاي؟ لنفرض دي برضه معلومه رياضيه. يعني بنفرض ان هو ده اتجاه الاكس. برضه فهمتها ما فيهاش عادي غير. ان انا لو عندي طول كده والطول ده اجيب ازاي طوله؟ هقول لك لو فيكتور كده هقول لك خلاص انا هوصفه باثنين فيكتور. ايه الاثنين فيكتور؟ الفيكتور الاولاني كده والفيكتور الثاني كده. وكان انا مشيت كده ومشيت كده. ماشي؟ فهو خلاص هو نفس القيمه. الفيكتور اللي انا مشيت ده في اتجاه الاكس هو عباره عن طول. هو ده دي ال. والطول ده عباره عن مين؟ دي اكس في انهي اتجاه؟ اكس ومشيت طول طيب اتجاه الاي واي وعباره عن دي واي في انهي اتجاه؟ دي واي وكان انا جبت الدي ال بعد دي اكس ودي واي انا بقول لك هو بتاعت الابعاد وكان انا مشيت دي اكس ودي واي وخدت دي زد تمام؟ تمام يبقى انا خلاص اضرب دي اكس ودي واي ودي زد اضرب بقى دي ضرب قياسي لما اضرب ضرب قياسي يبقى حصل المركبات العموديه في صفر
والمركبات المتوازيه لها قيمه. يبقى الواي في الدي اس زائد الاكس في الدي واي زائد الاثنين في الدي زد. ماشي. احنا جبنا معادله خد السوم ليه؟ تعالى نعمل 10 سوم 10 و1 بوسين. جبنا المعادله ليه بقى؟ جبنا المعادله عشان اقدر اجيب الواي. هل الواي هنا رقم ثابت؟ احنا عملناها بالمعادله الدايره. مع... ايوه ما انا بقول لك انت حلها لي بطريقتين، حلها لي مره بخط مستقيم حرها لي مره بدايره. طلعت بالخط المستقيم الدبليو قصدي بالدايره الدبليو بتساوي ماينس 96. ممكن نجيب النقطه الخبره الثانيه ونقعدها. يعني نجيبها عشان غير تكامل. ممكن تجيبها عادي مش مشاكل. غير تكامل. نجيبها ماشي بس هتعوض الاي هنا بانه رقم؟ بنقطه ايه؟ بنقطه ايه؟ الله ينور. ممكن تجيبها كده؟ صح. لو انت فاهم الرياضه. لو انت مش فاهم وعاوز تمشيها خطوات عاديه خلاص اجيب معاك الخط المستقيم واجيب اي نقطه عليه. ماشي في الاخر الدبليو هيدفع بكام؟ سالب 96 مللي. الدبليو في حاله الخط المستقيم الشغل طلع بكام؟ سالب 96%. وفي حاله الارك هو طلع بكام؟ سالب 96%. اذا الشغل لا يعتمد على المسار اللي بتاخد الشحنه دي عشان تنقلها من نقطه لنقطه ثانيه. لا تعتمد على المسار ولكن بيعتمد بس على مين؟ على نقطة البداية ونقطة ايه؟ النهاية. دي تكتبها. اكتب دي وتحرى بعد ما تمشي، ماشي؟ ان الشغل المبذول لانه شحنة من نقطة ايه لنقطة بي لا يعتمد اطلاقا على المسار من ايه ل بي ولكن يعتمد فقط على النقطتين ايه ولا نقطة البداية ونقطة النهاية. هو لما اجيب الدبليو في حالة المسار المسار اللي بالخط عوض عن الواي والزد والاكس بأي نقطة؟ فين؟ بنقطة ايه؟ لا ما يكون عندها عشان اجيب الانتر سبيد من عند النقطة ايه قبل ما احرك النقطة. تمام. فاهم؟ بس كده هات دي عشان ماشي وانت عامل ايه؟ ممكن ناخد شريحة من جنب كده بس طيب عاوزين بقى نقول الكلام ده في سكة. احنا عاوزين نتكلم الكلام ده بقى مين؟ مع بعض. ليه لا تعمل مع مصر؟ ليه انا امسك جسم افضل احركه كده احركه كده تمام ويعتمد هو بالظبط لو انا مشيت خط مستقيم. ليه انا لو النقطه هنا هحرك شحنه من النقطه هنا للنقطه الثانيه كده لو انا مشيت خط مستقيم كده هنزل شغل هو نفس الشغل بالظبط لو انا واقف هنا ورحت مشيت كده وجيت وقعدت الف ورحت للاخر وجيت هنا عشان ايه؟ هي اللي ازاي مش مسافه؟ الله ينور. انا لسه قايلها. قالك يا عم انا اصلا لو عندي نقطة هنا ونقطة تانية في الآخر هنا خالص. النقطة دي في اللي أنا بقول إن المسافة هي عبارة عن النقطة دي للنقطة دي على طول. أو لو أنا همشي كده وكده جمع بقى المسافات اللي أنا مشيتها لحد ما أوصل لهنا. ممكن تبقى المسافة دي 5، المسافة دي 10. لكن في الآخر خدت أنت في 5 ابتدائي وفي تانية اعدادي وخدتها في اولى ثانوي في ان تعريف الازاحه وفي ثالثه ثانوي في الاستراتيجي الاول ان تعريف الازاحه هي من النقطه الاولى لمين؟ النقطه الثانيه بغض النظر عن المسار اللي انا باخده في النص. لو المسار ده بيزيد المسافه از ماجنتيود فاليو او سكالر فاليو يعني از كميه قياسيه كميه مالها بتزيد لكن كمتجه من النقطه دي للنقطه دي هو المتجه ده مين؟ ثابت وسميناه الازاحه. وقلنا الازاحه هي الكميه المتجهه للمسافه، صح كده؟ انا بقول لك هنا حساب الشغل يعتمد على الازاحه، يعملها من النقطه الاولى للنقطه الثانيه. ولا يعتمد على المسافه، فاصبح دي كميه مين كويسه؟ برنس. خلاويص؟ لا كل المسائل بقى، كل المسائل كده. خلصنا ده؟ ندخل ليه؟ بوتنشي. وقف بقى ده؟ نعم، وقف بقى اول ما نوقف اول ما هي النقطة كيو دلوقتي موجودة فين؟ على النقطة بي ولا على النقطة ايه؟ النقطة ايه؟ وانا عايز احركها على النقطة مين؟ بي في فرصة هتأثر عليها يبقى انا عاوز اجيب الالكتريك فيلد اللي مأثر عليها وهي عند نقطة ايه؟ فاهم؟ بص كده خدنا في منهج العلوم هو انت ملم بكل هو عارف كل حاجة انا كان على سنة 5 ابتدائي بصراحة معرفش انت كنت سنة
وخدنا برضو في في تعداد ثالثه اعداد، وخدنا في اولى ثانوي، وخدنا في ثالثه ثانوي اللي هي بقت ثانيه ثانوي عندكم، وخدته في ثانيه ثانوي الترم الاول في الفيزياء الكهربائي. لا لا انت خدتها في الثاني، يبقى خلاص انت يبقى في ثالثه ثانوي ماشي. خدته معنى تعريف فرق الجهد، وخدته ثاني في الكليه، بس مش خدته في الكليه، انت ما خلصتش خالص بمرحله اعدادي. وافتكر كده ايه تعريف فرق الجهد من خمسه ابتدائي او ثالثه اعدادي او ثالثه ثانوي او اولى ثانوي. ايه تعريف فرق الجهد؟ والله انا وقتها راجل نجح في خمسه ابتدائي يقول لك ايه تعريف فرق الجهد عباره عن ايه؟ الشغل المبذول اللي نقل شويه احنا مقدارها كام؟ واحد كولوم بين نقطتين، صح كده؟ ده فرق الجهد. وانا خلاص انا لو عايز اقول ان انا عندي نقطه هنقولها من النقطة A للنقطة B، والنقطة دي هأثر عليها في شغل، وليكن الشغل ده اسم الشغل من A ل B، عشان أنا لسه احنا مقدارها Q، ففرق جهد من A و B عبارة عن نقطة مين؟ A و B. فرق جهد من النقطة A و B. يبقى فرق جهد من النقطة A و B عبارة عن الشغل لازم مش عارف إيه كده لحد الآخر، ماشي؟ طيب أنا بقول لك الشغل ده احنا حاسبينه لسه فوق هنا، اللي هو ماينس Q تكامل من إيش لفاينل اي دي ان، صح كده؟ يبقى اقدر اقول ان هو عباره عن كام من ايه لحد بيها كيو اتش اي كيو اي ماينس اي دي ان. ليه؟ لان الكيو دي بقى مالها خلاص اتشال مع مقام، يبقى عباره عن ان الفولت عباره عن تكامل ماينس من اي دي ان. ايه ده اسميه؟ ماجنتيود فاليو ولا سكالر ولا فيكتور فاليو؟ فيكتور. فيكتور وضربه ضرب قصر فيكتور. هل دي فيها مشاكل؟ سهل. طيب في اسباب احنا نجيب للثقه ان يعرف ان الفولت اي بي هو في الاخر هو عباره عن فولت النقطه ايه ناقص فولت النقطه بي. ناقص فولت النقطه بي. طب انا بقول لك هنا من 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 من, من القانون ده ان الفولت هو عباره عن اي في مين؟ اي في ار او اي في ال، صح؟ اي اللي هي الكتريك في اهو اي في ال هو الفولت، صح؟ يبقى عباره عن الاي دي اللي عباره عن كيو على مين؟ 4 باي ابسيلون في مين؟ ار سكوير، صح؟ هنا دي في مين؟ في الار. اذا الفولت هو عباره عن كيو على 4 باي ابسيلون في الار. مش احنا قلنا دلوقتي ان الاي عباره عن فولت على متر، صح؟ وحده الاي هي فولت على متر. خلاص يبقى لك ان الكيو ان الفولت عباره عن كيو على 4 باي ابسيلون في الار. حاسه الارض اللي هي عباره عن ايه؟ لا لا احداث النقطه اللي عايز اجيب عندها الفولت ناقص احداث الشحنه نفسها. يعني مثلا ولتكن ده نقطه اسمها A موجود عندها شحنه اسمها Q، في نقطه ثانيه اسمها مين؟ B، وانا عايز اجيب او انا ادي النقطه دي اسمها A ودي شحنة اسمها كيو، فانا عاوز اجيب الجهد اللي عند النقطة ايه ده؟ اجيب الجهد اللي عند النقطة ايه اللي هو عبارة عن ايه؟ كيو على 4 باي ابسيلون في مين؟ في الار ايه؟ صح؟ حاسه الار ايه؟ اللي هو المتجه من ده عبارة عن ايه؟ احداث النقطة اللي عاوز يحدث عندها الفولت ناقص احداث مين؟ الشحنة نفسها، صح كده؟ ده از ماجنتيود ولا از فيكتور؟ ماجنتيود. ها؟ ماجنتيود. ماجنتيود كميه قياسيه. ليه الفولت كميه قياسيه مش كميه متجهه؟ عشان ده حاصل ضرب قياسي في متجه يديني كميه مين؟ قياسيه. اكتب تاني واسمعها بعد ما تطلع من السكشن. الفولت او فرق الجهد كميه فارق الجهد او الجهد او فارق الجهد كميه مين؟ لذلك انا حرام شرعا ان انت تطلع الفولت او فرق الجهد في اتجاه اي اكس او ممكن يطلع عالي او بالسهل. خطك جامد جدا في العالم.
ركز معايا، لو الكيو دي سالبه الفولت يطلع بمين؟ بالسالب. لو الكيو دي موجبه يطلع بموجب، بس يطلع اتجاه الاكس او الاي ولا او اي زد ما ينفعش خالص. خلاص يبقى الفولت ده كميه قياسيه. طب ركز معايا بقى، لو عندي انا نقطه شحنه اسمها كيو، فالشحنه اسمها كيو دي بتطلع هنا فولت اسمه في مين؟ ايه عند نقطه اسمها مين؟ ايه؟ وبطلع فولت تاني عند نقطه اسمها بي اللي هو عباره عن فولت بي، صح؟ فرق الجهد من بي من اي وبي هو عباره عن مين؟ في اي ناقص مي في بي. في اي اللي هو معتمد على مين؟ ار اي. وفي بي اللي هو معتمد على مين؟ ار بي، صح؟ يبقى انا اقدر اقول لك ان الفولت اي بي بيساوي فولت اي ناقص فولت بي. اشيل الفولت واحطه بداله اللي هو عباره عن ايه؟ كيو على 4 باي ابسيلون في الار اي. الار اي هنا ازمه ماجنتيود ولا ازمه فيكتور؟ ناقص كيو على 4 باي ايربسون في الار، ماشي؟ ده بيساوي كيو على 4 باي ايربسون 1 على الار اي ناقص 1 على الار بي. تمام كده؟ سهل. ركز بقى معايا، ايه معنى الجهد بقى فيزيكال؟ ايه معنى الجهد؟ مش انا اقدر اقول لك هستنتج حاجه كده، مش عايز اسمعها صوت ودانك، مالهاش دعوه بالامتحان، مفيش مشكله. فولت الاي وعبارة عن فولت الـ A ناقص الزيرو، صح ولا غلط؟ صح. قوانين أولى حضارة إن فولت الـ A بيساوي إيه؟ ماشي. يبقى ده فولت A ناقص زيرو، صح؟ فولت A ده ممكن أقول عليه اللي هو عبارة عن إيه؟ عن كيو على 4 باي إيربسون 1 على الـ RA ناقص 1 على ما لا نهاية. صح ولا غلط؟ دي قوانين تانية حضارة، 1 على ما لا نهاية زيرو. فده ناقص زيرو واعتبره اللي هو كنت عامل ايه دلوقتي؟ فده كيو على 4 باي ايبسيلون في الار، صح كده؟ ما لا نهايه هنا معناه ايه؟ معناه ان انا لو عندي فرق جهد في اي بي كيو على 4 باي ايبسيلون 1 على الار اي ناقص 1 على الار بي، وكاني شلت الار بي وحطيت مكانها مين؟ ما لا نهايه، صح كده؟ وكان هنا مش عايز اسمح اسد ودان، مش مشاكل، مالهاش دعوه بالامتحان. نقطة مالهاش دعوه بالامتحان خالص. إن احنا قلنا إن الفولت اي بي عبارة عن كيو على 4 باي ايربسون 1 على الار اي ناقص 1 على الار بي. صح كده؟ افرض أنت البي دي ار بي دي بما لا نهاية. يبقى 1 على ما لا نهاية كام؟ زيرو. وكان الفولت اللي هيطلع هنا هو جهد نقطة مين؟ اي. انا كده وصلت جهد النقطه ايه بالنسبه للنقطه تبعت عندها مقدار كام؟ اذا الجهد هو عباره عن ان انا بدرس الجهد، مش حاجه اسمها جهد، في حاجه دايما اسمها مين فرق جهد. بلاقي مثلا العصفوره وهي واقفه على ترانسميشن لاين على خط الناس بتتكهرب ولا ما بتتكهربش؟ ليه؟ مش عارف. لا عشان هي ايوه بالظبط، هي عشان هي واقفه على جهد نقطه واحده، مفيش فرق بين النقطتين اللي هي واقفه، مفيش فرق جهد بين النقطتين اللي هي واقفه عليهم. لكن انت مثلا باذن الله يعني لو شفت ترانسميشن لاين كده ورحت وقفت على الارض وكانك الارض دي جهدها بكام؟ زيرو، مفيش شحنات مفيش اي حاجه، جهد الارض بزيرو، ماشي؟ جهد الارض بزيرو وانت ماسك ترانسميشن لاين، اذا في فرق جهد يبقى هيشفيك مين؟ طيار. الحل ان انت تتعلق تمثال الحريه لازم ترانسميشن لاين، مش هيبقى في فرق جهد. احنا من الاخر مفيش حاجه اسمها جهد، مفيش حاجه في الواقع اسمها جهد، مفيش حاجه في الواقع اسمها جهد، لان الجهد ده ملوش اي تاثير. لكن بنقول ان الجهد هو عباره عن فرق جهد بين نقطتين، النقطه اللي انا بدرس عندها والنقطه الثانيه موجوده فين؟ في الملعب. خلاص؟ يبقى جهد النقطه ايه؟ معناها ان انا بقول وكاني بقول ان في فرق جهد بين النقطه ايه والنقطه الثانيه موجوده فين؟ عند الملعب، واجيب فرق الجهد بين النقطه ايه دي والنقطه الموجوده عند الملعب. ماشي، الناس اللي سدت ودانها ترجع مره ثانيه. كمل شرح الموضوع ده. لا لا، من ناحيتين طالما في هنا فرق جهد من النقطه دي والنقطه دي تتقارن. هو نفس السيفين فرق، ما عشان في مقاومه، كان في مقاومه في البي ام اكس برضه بعد كده ماشي. احنا نجربه لو غلط خلاص. تمام كده؟
نفسك يعني. عايز توقف على ده بس احنا بقى ايه عايز توقف على ده بس ركز بقى معايا كده. افرض انا عندي انا شحنه عندي شحنه هنا وتكون شحنه كيو 1 كيو 2 كيو 3 كيو 4 كيو 5 كيو 6 كيو 7 كيو 8 كيو 9 كيو 10 هكذا. وانا عندي نقطه دي اسمها ايه؟ ينفع ادرس لكل شحنه لوحديها كود عند نقطه ايه؟ اه ينفع، لان انا معتبر ان النقطه الثانيه هتكون موجوده عند فين؟ عند ما لا نهايه. يبقى كل شحنه لوحديها هل بتطلع فولت ولا لا؟ اه بتطلع فولت. كل ما الشحنه دي كل ما بعد عندها الفولت بيقل ولا بيزيد؟ بيقل، صح كده؟ لان طبعا الالكتريك فيلد بيقل ماشي؟ يبقى خلاص يبقى الفولت هنا بيقل بيقل لحد ما يوصل للنقطه. انا اقول لك هنا لو عايز احسب في واحد في واحد اقسمه فيكتور؟ لا ما اقسمش فيكتور، اقول ان في واحد على طول هو عباره عن كام؟ كيو واحد على 4 باي ان ال في مين؟ ار من واحد لايه؟ او من ايه لواحد؟ اللي هو عباره عن ار ايه ناقص ار واحد تمام؟ او قصدي احدث النقطه ايه ناقص احدث النقطه واحده از ماجنتيود فاليو. از ماجنتيود فاليو. طيب عايز احسب بالنسبه لكيو 2 نفس القصه كيو 3. طب لو عايز احسب الفولت توتال اللي عند ايه؟ مجموعهم يبقى عباره عن في 1 زائد في 2 زائد في 3 زائد في 4 زائد في 5. از ماجنتيود فاليو ولا از سكالر فاليو؟ سكيلر فاليو. اه كله ماجنتيود. ما الاثنين حاجه واحده. يبقى اقول في 1 زائد في 2 زائد في 3 زائد في 4 زائد في 5 لحد كلهم هو عباره عن في. طب لو عايز اجيب فرق جهد بين النقطه ايه والنقطه بي؟ فرق الجهد؟ اه بين النقطه ايه والنقطه بي. في حلين، الحل الاول ان انا اجيب في اي توتال. في ايه توتال عباره عن كام؟ كيو 1 4 باي ايبسون في الار 1 ايه زائد كيو 2 زائد كيو 3 زائد كيو 4 زائد كيو هكذا صح؟ وبعد كده جيب بتاع بي كلهم على بعضيهم وبعد كده اجيب في اي توتال ناقص في بي توتال اجيب منها الفي اي بي. او حل تاني، الحل التاني ان انا اجيب ايه؟ اجيب كل نقطه بالقانون ده بالنسبه كيو 4 باي ايبسون 1 على ال اي ناقص 1 على ال بي بتاع ده وبتاع ده وبتاع ده بس ده هتلاقيه اصعب الحل وهتلاقيه انت مسترخمه شويه. وفي الاخر اقول له البي اي بي توتال عباره عن في اي بي 1 زائد في اي بي 2 زائد في اي بي 3 وهكذا. ده صح ولا صح؟ تمام كده؟ طيب ركز بقى معايا كده عشان افهم النقطه. افرض انا عندي هنا شفنا اسمها كده. لا بلاش. عندي نقطه اللي هو السنتر بتاع دايره سي. ودي دايره. الدايره دي اي واحد انا سابته ولا مش سابت؟ هو عباره عن ايه؟ نص القطر. حطيت انا بقى شحنات هنا، دي شحنه كيو 1، دي شحنه كده وتكون كيو 2، دي شحنه وتكون كيو 3، دي شحنه ثانيه وتكون كيو 4، ودي شحنه ثانيه وتكون كيو 5. ركز معايا. لو انا قلت مثلا عايز اجيب هنا الجهد اللي عند النقطه ايه؟ اللي عند النقطه سي نتيجه كيو 1 وعباره عن كام؟ كيو على 4 كيو 1 على 4 باي ايبسون في مين؟ في ماجنتيود اللي هو نصف القطر اللي هو نصف القطر في الاخر صح؟ طيب افرض انت كيو 1 تساوي كيو 2 تساوي كيو 3 تساوي كيو 4 تساوي كيو 5 تساوي كيو 6 اذا في 1 وفي 2 وفي 3 وفي 4 وفي 5 وفي 6 منهم متساويين صح؟ لكن خلي بالك في 4 وفي 5 او 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 في 4 وفي 6 مين؟ الثالث صح كده؟ يبقى عباره عن المجموع كله ناقص الاثنين دول تمام؟ اللي هو ده زائد ده زائد ده زائد ده ناقص ده وده ماشي؟ بغض النظر عن المتجه اللي هو ده وبغض النظر عن المتجه 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 ده الا ان هو في الاخر نقدر نقول ان الفولت كميه قياسيه لا تعتمد مطلقا على المتجه لكن تعتمد على المسافه دي بس. اذا وانا بحسب ما اقعدش اتلخبط واجيب متجه واجيب في الاخر متجه متجه واجيب كميه قياسيه في الاخر لا هي من الاول انا شغلت كميه مين؟ قياسيه من الاول
لان الفولت بتاع نقطه اي من الاول لوحديه هي كميه قياسيه، والفولت بتاع كيو 2 كميه قياسيه، والفولت بتاع ده كميه قياسيه، نجمع كميات قياسيه مع تمام كده. خلصنا الفولت، ندي مساله عليك ونشوف المساله بتقول ايه. مساله بتقول لك عند 4 فولت تشارج 4 بوينت تشارج اوف 6 نانو فولت. طبعا انا هترجمها لكم عشان انتم ما تعرفوش تقرا من دلوقتي. 4 بوينت تشارج 4 شحنات، واللي بينا فيهم بتساوي 6 نانو. الاربع شحنات دول موجودين عند، الاربع شحنات دول موجودين عند اول حاجه 1 0 0، ثاني حاجه 0 1 0، ثالث حاجه سالب 1 و0 و0، رابع حاجة 0 وسالب 1 و0. بيقول لك مطلوب من الأربع شحنات دول فايند الـ V at 0 و0 وZ and its maximum. هنحلها ازاي؟ نرسم الاول. ليه؟ ركز معايا، ست شحنات، اربع شحنات، الاربع شحنات دول كلهم كيو. بقول عند 1 0 0 كذا وكذا وكذا. عايز الفولت عند 0 0 0، اجيبهم ازاي؟ اقول ان الفولت عباره عن ايه؟ في واحد زائد، في واحد زائد، في اثنين زائد، في ثلاثة زائد، في اربعة. الفي واحد ده علشان اجيبه عباره عن ايه؟ كيو. في واحد على 4 باي ايبسون في مين؟ في الار واحد، ار واحد ده اللي هو عباره عن ايه؟ حد يقول كده؟ احداث النقطة، احداث النقطة اللي عايز ادرس عندها المجال ناقص احداث او البوتنشال ناقص احداث مين؟ يبقى عبارة عن صفر وصفر وزد ناقص ها؟ واحد وصفر وصفر. تطلع كام؟ سالب واحد وصفر ومين؟ هل ده اللي انا عاوض بيه هنا؟ لا ده انا عاوض بمين؟ بالمعيار، عاوض هنا بمين؟ بالمعيار، عاوض هنا بالمعيار، يعني اعوض بالمعيار؟ يعني هيطلع ده كانه كام؟ جذر واحد زائد زد كام؟ عشان هيطلع كلهم زي بعض. احسب الار واحد، واحسب الار اثنين، احسب الار ثلاثة، احسب الار اربعة. هيطلع ار واحد يساوي ار اثنين يساوي ار ثلاثة يساوي ار اربعة. بغض النظر عن المتجه ده موجب سالب سالب موجب، الا ان هو طلع في الاخر البولت بتاع واحد يساوي البولت بتاع اثنين يساوي البولت بتاع ثلاثة يساوي البولت بتاع اربعة. خلاص؟ هيطلع في الاخر ده عبارة عن اربعة في ها؟ كيو على 4 باي ايبسون جذر زد تربيع زائد 1. ليه الفولتات متساويه؟ عشان حاجتين. معيار الماجنتيود بتاع المساحه بتاع النقاط ثابت، والشحنه نفسها مين؟ ثابت. اعمل ال 4 مع 4 تطلع ده رقم يساوي يا ابني بقى. شوف احنا التسوية الطلبة دي يعني زي ما انتوا عارفين رقم مثلا يساوي 214.8 على جذر زد تربيع دلوقتي. هل واحد هنا يقول لك شيل الزد وحطه ده لا سر؟ لا ده مش بعوض في لاين. ماشي؟ ركز معايا، انا جبت البولت. يقول لك فايند البولت ماكسيموم. فايند البولت اكبر قيمه ليها، الفولت ماكسيمم هيبقى عند كام؟ عند زد بيساوي كام؟ امتى هنا الفولت ماكسيمم؟ عند زد بيساوي كام؟ بيساوي زيرو، يبقى عند زد بيساوي زيرو الفولت ماكسيمم عباره عن 2 294. لو الفولت ماكسيمم عند زيرو وزيرو وزيرو. تمام كده؟ طبعا انتوا عارفين دي زيرو ليه؟ عشان لو عوضت واحد او في السالب واحد بيطلع لي رقم كبير. يعني انتوا عارفين المعادله بتاع الزد التربيع بتترسم كده وتمر هنا بالصفر، فاقل ريخ اقل قيمه لها صفر. ماشي، انت لو عطت موجب واحد او سالب واحد هتطلع مين؟ الرقم دايما ماله اكبر بيعلي لك المقام، اكبر اقل قيمه. او واحد تاني بيقول انا ماليش دعوه بالقصه دي خالص، انا ليا عامل هي باللي احنا خدته قبل كده، اي داله عشان اعرف ماكسيمم فاليو ومينيمم فاليو بتاعته. عاملها ازاي؟ تغريب مين؟ ماكسيم ماكسيم فاليو ماكسيم فاليو اشتقها واجيب النقاط الحاجة ماشي؟ وبعد كده اشتقها تاني واوجد مين؟ اللي
يعني مثلا لو انا عندي سطح الارض، سطح الارض الجهد اللي عليه دايما بكام؟ بزيرو. يبقى سطح الارض هو سطح الجهد اللي على الاطراف كلها متساوي بزيرو. لما اقول لك ان السطح ده كل الجهد اللي عليه هو متوصل بالارض كده، يبقى كل الجهد اللي عليه بيساوي كام؟ الضغط اللي عليه بيساوي كام؟ زيرو عند اي نقطة. وعاوز انا احل مسألة فيها السطح ده، وليكن مثلا عندي شحنه هنا، الشحنه دي مقدارها كيو، بوزيتيف كيو، امتى النقطه دي